في بداية الموسم بدت أوضاع صلاح غير مستقرة بعد أن قام بتقديم طلب للانتساب لأحد المعاهد الدراسية ليستكمل تعليمه، ووافق وزير التعليم العالي المصري على ذلك. وواجه صلاح في بداية الموسم ظروفاً غير مستقرة بعد تقديمه طلب الالتحاق بأحد المعاهد الدراسية لمواصلة تعليمه. ووافق وزير التعليم العالي المصري على طلبه، لكن صلاح تفاجأ لاحقاً بقرار الوزير إلغاء قيده بسبب عدم استيفاء الدرجات المطلوبة والحضور. ونتيجة لذلك أصبح صلاح غير منتسب إلى أي جامعة أو معهد، مما جعله عرضة للخدمة العسكرية. وانتشرت شائعات بأنه سيضطر إلى مغادرة تشيلسي والعودة إلى مصر لأداء واجبه العسكري، لكن الأزمة تم حلها من خلال لقاء بين مدرب المنتخب المصري شوقي غريب ورئيس الوزراء المصري آنذاك إبراهيم محلب إلى جانب وزير التعليم العالي. ثم فوجئ صلاح بعد ذلك بتراجع الوزير عن قراره، وقام بإلغاء انتساب محمد صلاح للمعهد بداعي عدم حصوله على الدرجات المطلوبة للالتحاق بالمعهد، بالإضافة إلى عدم حضوره، وبذلك أصبح صلاح لا ينتسب لأي جامعة أو معهد، وبالتالي أصبح مطلوباً للتجنيد. لذلك ترددت أخبار بأنه مضطر أن يترك تشيلسي ويعود إلى مصر لتأدية الخدمة العسكرية، ولكن حلت الأزمة عن طريق اجتماع مدرب المنتخب المصري في ذلك الحين شوقي غريب مع رئيس الوزراء المصري آنذاك مع وزير التعليم العالي المصري. في موسم صلاح الثاني مع تشيلسي قام اللاعب بتغيير قميصه من الرقم 15 إلى 17 بعد أن أصبح رقمه الأخير شاغراً بعد أن تركه اللاعب البلجيكي أودين هازارد ليرتدي الرقم 10. ولم يختلف موسم صلاح الثاني كثيراً عن الموسم الأول، حيث شارك في 3 مباريات فقط طوال الموسم. كان أولها يوم 13 سبتمبر 2014 ضد سوانزي سيتي، حيث شارك في الدقائق 8 الأخيرة فقط كبديل للاعب الأسباني سيسك فابريغاس. لم تكن أوضاع صلاح في تشيلسي مرضية لطموحه ولا لجمهوره، فقد لازم دكة البدلاء لفترات طويلة لم يعتدها صلاح في مسيرته، لذا كان قراره بالرحيل. وفي يوم 3 فبراير 2015 انتقل محمد صلاح إلى نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، على أن يكون للنادي الحق في التجديد لموسم آخر، ويعتبر هذا الانتقال جزءاً من صفقة انتقال كودرادو إلى تشيلسي. وقد شارك صلاح لأول مرة أمام أتلانتا في 8 فبراير 2015 في المباراة التي فازت فيها فيورنتينا 3-2. أحرز صلاح أول أهدافه مع فيورنتينا في مباراتهم ضد ساسولو، والتي انتهت بفوز فيورنتينا بنتيجة 3-1، وكانت هي المباراة الثانية له والأولى كأساسي، وفيها أحرز الهدف الأول وصنع الهدف الثاني، وسجل الهدف الثاني مع الفريق ضد تورينو بعد أن دخل بديل في دقيقة 66، وكان نتيجة التعادل السلبي، فأحرز هدف التقدم لفريقه بدقيقة 85، وبعد دقيقتين عادل نتيجة الفريق الآخر لتنتهي 1-1. ولعب بديلاً ضد إنتر ميلان، وتمكن من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، ومنح فريقه 3 نقاط. وفي الدوري الأوروبي لعب محمد صلاح ذهاب وإياب دور الـ16 أساسياً ضد توتنهام، وسجل الهدف الثاني في مباراة الإياب ليؤكد عبور فيورنتينا لدور الثمانية بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. وفي أولى مبارياته في كأس إيطاليا، وتحديداً في الدور نصف النهائي أمام يوفنتوس، أحرز محمد صلاح هدفين لفريقه لتنتهي المباراة بفوزهم بنتيجة 2-1. وأتت خسارة اليوفنتوس بأقدام صلاح بعد 47 مباراة متتالية على ملعبهم دون خسارة، كما أنه أول لاعب يحرز هدفين في شباك يوفنتوس في موسم 2014-2015.
ثم بعد مباراة مصر ضد غينيا الاستوائية الودية عاد محمد صلاح إلى ناديه وواصل التألق بإحراز الهدف الثاني في مرمى فريق سامبدوريا في الدوري الإيطالي. ولعب محمد صلاح مباراة الذهاب من نصف نهائي الدوري الأوروبي، وفي هذه المباراة فاز فيورنتينا 0-2، وقدم صلاح أداء مميز في هذه المباراة. ولعب لقاء إشبيلية وخسر الفريق 0-3، ورغم هذا اختير صلاح في التشكيلة المثالية. ومع مطلع الموسم الكروي 2015-2016 وتحديداً يوم 6 أغسطس 2015 انضم محمد صلاح إلى نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة قادماً من نادي تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل، وذلك مقابل 5 ملايين يورو. وقدم نادي فيورنتينا شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بداعي أن نادي تشيلسي انتهك عقده مع فيورنتينا. عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما وصدر الحكم بعد ذلك بعد انضمام صلاح إلى ليفربول وجاء في مصلحة صلاح وتشيلسي. وبدأ صلاح موسمه بالتعادل 1-1 أمام هيلاس فيرونا، وفي 20 سبتمبر 2015 سجل صلاح هدفه الأول من الموسم ضد ساسولو لمساعدة روما على اقتناص نقطة، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2. وسجل في المباراتين التاليتين واللتين جاءتا على النحو التالي: الخسارة ضد سامبدوريا 2-1 والفوز ضد كاربي 5-1. وفي 25 أكتوبر 2015 عاد صلاح إلى ملعب أرتيميو فانشي ملعب ناديه السابق فيورنتينا، وسجل ضد فريقه السابق فيورنتينا لمساعدة روما في الفوز بالمباراة الرابعة على التوالي الدوري الإيطالي. وفي نهاية الموسم حصل صلاح على جائزة لاعب الموسم في روما بسبب موسمه الأول الممتاز، حيث استطاع تسجيل 14 هدف في الدوري الممتاز الإيطالي، أصبح بهم هداف فريقه وشارك في دوري أبطال أوروبا وأحرز هدفاً وحيداً به، وبذلك أحرز 15 هدف في الموسم كما صنع 6 أهداف. ولعب صلاح أيضاً أمام الأندية الأوروبية الكبرى مثل نادي برشلونة ونادي ريال مدريد الأسبانيين وأحرز أهدافاً في بعضهم، وأصبح أحد اللاعبين المهمين في فريق روما. شكر جزيل لكل من سمع هذا الفيديو، نرجو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.